إذا قصرت في يوم، تعبت فلم تطبخ، كيف ما تطبخين وأنا اشتريت لك كذا وكذا؟ وإذا لم تستجب في قضية، لماذا لم تستجيبي؟ وإذا خالفته في فكرة من الأفكار، كيف تخالفينني وأنا قد اشتريت لك هذا الشيء؟ وأحيانا تنعكس القضية، الزوجة تطبخ لزوجها كما هو فعل وحال الكثير من الزوجات الصالحات، ولكنها باستمرار إن لم ينفق عليها بمقدار ما تتصور وتطمع وتطمح إليه، قالت تتنسى أنه سويت لك كذا وطبخت لك كذا وغسلت ثوبك بكذا وكويت رداءك بكذا وعلى هذا المعدل. هذا يصير إيذاء، هذا يصير إفساد. ونفس الكلام بالنسبة إلى العطاءات الخارجية، يعطي زيد من الناس شخصا محتاجا، حتى إذا جاء مرة أخرى كل يوم داق بيتنا، وش عند هذا؟ وش البلاء اللي ابتلينا احنا؟ ما بعد للآن أنا ما عوضت المبلغ اللي أعطيتك إياه المرة الماضية، عندي مشكلة في كذا وعندي مشكلة في كذا. وكأنما هل مقدار من المال مثلا الذي أعطاه قد هز اقتصاده بالكامل. هنا يصير المنة أمرا مذموما، بل هو مفسد للصدقة، للعطية. لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هنا هو هذا تذكير الدائم، الإدلال الدائم، تسجيل الأهداف عليه باستمرار إلى الحد اللي الطرف الآخر يزهد فيه. يابا هذه الزوجة تقول ها خذ هذا العقد مالك، وخذ فوق أيضا هدية إليك، بس لا تجيب ذكره أبدا، لا تجيب ذكر السفرة اللي سافرناها، لا تجيب ذكر قطعة الأثاث التي اشتريناها أو اشتريتها لي حتى تسويها جزء من الحوادث التاريخية. وهكذا بالعكس، الزوج يزهد إذا كان في الطالعة والنازلة، أنا سويت إلك وعملت إلك وطبخت إلك وغسلت إلك وكذا. لا تمني على زوجك بهذا، قد يقول لك عمي بلا هذه المنة وبلا هذا التاريخ اللي مسويتنا، طيب أنا أودي إلى المغسلة وراسي مرتاح في مقابل عدد من الريالات.